السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي وفصلنا الدراسي الأول في مادتنا اللغة العربية والوحدة الأولى قيم خالدة. نشوف كده درسنا النهاردة، وده درس نصوص مثل أنشودة الدنيا. طالما نصوص يبقى احنا كده عرفنا ان فيه بيبقى من ضمن النصوص يا اما قرآن واللي قاله الله سبحانه وتعالى، وحديث واللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ونص شعري واللي قاله الشعر. فنقدر كده ونشوف النهاردة قائل هذا النص هنا التعريف بالشعر، يبقى مس أنشودة الدنيا يبقى اللي قاله شاعر. نشوف كده مين هو شاعر هذا النص أو قائل هذا النص. ولد محمود حسن إسماعيل، يبقى احنا كده عرفنا قائل هذا النص محمود حسن إسماعيل. ولد محمود حسن إسماعيل عام 1910 بقرية النخيلة بأسيوط، ومن دواوينه أغاني الكوخ، وتوفي عام 1977. يبقى احنا كده عرفنا قائل هذا النص هو محمود حسن إسماعيل، ولد عام 1910 بقرية النخيلة بأسيوط ومن دواوينه أغاني الكوخ، ومتى توفي؟ توفي عام 1977. هيجي لك سؤال في الامتحان يجي يقول من قائل النص وماذا تعرف عنه؟ يبقى قائل النص هو محمود حسن إسماعيل. وماذا تعرف عنه؟ إن هو ولد في عام 1910 بقرية النخيلة بأسيوط، ومن دواوينه أغاني الكوخ، وتوفي عام 1977 ميلادي. يبقى احنا كده نأكد مع بعض على اسم النص. يبقى احنا كده عرفنا اسم النص بتاعنا اسمه ايه؟ مصر أنشودة الدنيا. وقائل هذا النص هو محمود حسن إسماعيل. متى ولد؟ 1910. ومن دواوينه أغاني الكوخ، ومتى توفي؟ 1977. كده احنا خلاص عرفنا قائل هذا النص. نشوف كده نصنا النهاردة. النص: يا مصر يا أنشودة الدنيا وأغنية الشوق، يا كعبة الأحرار رن هتاف نصرك في القلوب، يا أم أبطال الفنون وأم أبطال الحروب، يا جنة تهتز بالأسرار بين شذا وطيب، وقصيدة الشرق المطهرة الطيوب، شدي الضياء من الظلام ونوري كل الدروب. نعيد كده النص تاني: يا مصر يا أنشودة الدنيا وأغنية الشعوب، يا كعبة الأحرار رن هتاف نصرك في القلوب، يا أم أبطال الفنون وأم أبطال الحروب، يا جنة تهتز بالأسرار بين شذا وطيب، وقصيدة الشرق المطهرة الطيوب، شدي الضياء من الظلام ونوري كل الدروب. نعيد كده النص مع بعض: يا مصر يا أنشودة الدنيا وأغنية الشعوب، يا كعبة الأحرار رن هتاف نصرك في القلوب، يا أم أبطال الفنون وأم أبطال الحروب، يا جنة تهتز بالأسرار بين شذا وطيب، وقصيدة الشرق المطهرة الطيوب، شدي الضياء من الظلام ونوري كل الدروب. يبقى كده نقول مع بعض بيت وبيت كده: يا مصر يا أنشودة الدنيا وأغنية الشعوب، يا كعبة الأحرار رن هتاف نصرك في القلوب، يا أم أبطال الفنون وأم أبطال الحروب، يا جنة تهتز بالأسرار بين شذا وطيب، وقصيدة الشرق المطهرة الطيوب، شدي الضياء من الظلام ونوري كل الدروب. يبقى احنا كده عرفنا. نقرا كده النص مع بعض، نشوف كده مع بعض. هنا بيقول لك: يا مصر يا أنشودة الدنيا وأغنية الشعوب، يا كعبة الأحرار رن هتاف نصرك في القلوب، يا أم أبطال الفنون وأم أبطال الحروب. هنا شرح الأبيات مع بعض. عشان نعرف إن احنا نشرح الأبيات لازم نجيب المعاني. فأول بيت: يا مصر يا أنشودة الدنيا. يا أنشودة، يا أنشودة معناها أغنية، أنشودة معناها أغنية، يبقى أنشودة بيتقال عليها الشعر المغنى والمراد أغنية. يا كعبة الأحرار، يا كعبة، الكعبة هنا معناها البيت الحرام، ولكن المراد به في هذا النص مقصد يا كعبة الأحرار.
هنا رن، رن بمعنى صاح، رن بمعنى صاح، هتاف معناها صوت عالي، رن هتاف نصرك في القلوب. احنا عارفين النصر اللي هو الفوز والعكس الهزيمة، الهزيمة. يا أم أبطال الفنون وأم أبطال الحروب، يبقى احنا كده عرفنا معاني أول ثلاث أبيات. نقول كده المعاني بتوع أول ثلاث أبيات. أنشودة بمعنى شعر يغنى أو أغنية، عندي كعبة يقصد بها البيت الحرام والمقصود بها إنها مقصد، رن بمعنى ارتفع وصاحة، أما هتاف بمعنى الصوت العالي. يبقى احنا كده عرفنا معاني ثلاث أبيات مع بعض اللي هنقدر بيها إن احنا نشرح بيها الأبيات. فنشوف كده شرح أول بيت مع بعض. يا مس يا أنشودة الدنيا وأغنية الشعوب، أنت يا مس أجمل أغنية، زي ما عرفنا إن أنشودة معناها أغنية. أنت يا مس أجمل أغنية تغنت بها الدنيا وتناقلتها الشعوب إعجابا بها وحبا لها. يبقى احنا كده عرفنا أن الشاعر وصف مس بأنها أنشودة وأغنية تتغنى بها جميع الدنيا وتتناقلها الشعوب. لماذا؟ لأنه إعجابا بها وحبا لها. نشوف كده البيت الثاني وهنعيد تاني الشرح مع بعض عشان نعرف نقوله. يا كعبة الأحرار رن هتاف نصيك في القلوب، احنا عرفنا ان الكعبة معناها البيت الحرام، لكن هذا المعنى ليس المقصود به في هذا النص، ولكن المقصود به أنها المقصد. فالشاعر يصف مس بأنها مقصد الذي يأتي إليه الناس أو تأتي إليه الشعوب طلبا للحرية. يبقى أنت يا مس الكعبة أو المقصد تقصدها الشعوب طلبا للحرية، فقد ارتفع صوت انتصاراته. يعني يا مستر هي المكان الذي يقصده الشعوب، زي مثلا الشعوب التي تتعرض للاحتلال زي الجزائر، زي سوريا، زي سوريا في وقتنا الحالي. الشعب اللي هو السوري بيجي على ايه؟ بيجي على مصر، بيجي على مصر طلبا لايه؟ للحرية. يبقى احنا كده عرفنا معناها. فقد ارتفع صوت انتصاراته، لما بيعلى صوت الانتصارات او مصر بتحقق انتصارات وفوزه كده، بتلاقي ان فيه خلاص حب، وبتلاقي ان الهتاف بينتشر السلام وبينتشر المودة والمحبة ما بين جميع الشعوب. وبنحب مصر اكتر، واما بيكون في نص بتلاقي كده قلوبنا فرحانة. قلوبنا ايه؟ فرحانة. يبقى احنا كده عرفنا شرح البيت التاني، نقوله مع بعض كده تاني. يبقى هنا ينادي الشاعر على مصر ويصفها بانها كعبة ومقصد تقصده جميع الشعوب طلبا للحرية، فقد ارتفع وعلى صوت انتصاراتها في القلوب. يبقى احنا كده عرفنا، عشان اول ما يجينا في الامتحان هيجي يقول لك ايه؟ هيجيب لك البيت او يجيب لك ثلاث ابيات ويقول لك اشرح البيت باسلوبك، اشرح البيت باسلوبك، البيت الاول او البيت الثاني او البيت الثالث. هنا اشرح البيت الاول باسلوبك. هنا يصف الشاعر مصر يناجي عليها وصفها بانها اغنيه تغنت بها الدنيا وتناقلتها جميع الشعوب. اشرح البيت الثاني. يصف الشاعر مصر بأنها كعبة ومقصد يقصده جميع الأحرار والشعوب طلبا للحرية، فقد ارتفع صوت انتصاراتها وعلى في القلوب. يا أم أبطال الفنون وأم أبطال الحروب، هنا الشاعر ينادي على مصر ويصف مصر بأنها أم، بأنها إيه؟ أم المرة دي. ويصف مصر بأنها أم، الأم التي تنجب إيه؟ تنجب، هنا قالك التي تنجب الأبطال، سواء كان في الفنون أو في الحروب، يعني بتنجب علماء، بتنجب أبطال في الفنون، بتنجب أبطال في الحروب. زي إيه؟ زي أبطال الفنون زي أم كلثوم. عندك أبطال الحروب زي محمد أنور السادات، زي جمال عبد الناصر. يبقى احنا كده عرفنا أن الشاعر ينادي على مصر ويصفها بأنها الأمة التي تنجب الأبطال في الشدائد والحروب وفي الفنون، ولأبنائه السبق في مجالات العلوم والفنون. ولأبنائه إيه؟ السبق في مجالات العلوم والفنون. يعني يا مستر السبق؟ السبق معناها الريادة، السبق معناها الريادة. يبقى احنا كده نقدر نشرح البيت الثالث. يصف الشاعر مصر بأنها أم تنجب الأبطال في الفنون وفي مجال الفنون وفي مجال الحروب، وأن لأبنائها السبق في مجالات مختلفة كالعلوم والفنون. يبقى احنا كده عرفنا أبطال الفنون زي الفن. يعني ايه الفن؟ يعني ممكن الغناء، ممكن الرسم، زي أم كلثوم احنا قلنا، أبطال الحروب زي جمال عبد الناصر، محمد أنور السادات، العلوم العلم يعني زي أحمد زويل. يبقى احنا كده عرفنا نشرح الثلاث أبيات ونعيد الشرح مع بعض. هنا أنت يا مس أجمل أغنية تغنت بها الدنيا وتناقلتها الشعوب،
كما أنه يصف مصر بأنها كعبة ومقصد يقصدها الشعوب طلبا للحرية، فقد ارتفع صوت انتصاراتها في القلوب. أنت الأمة التي تنجب الأبطال في الشدائد والحروب ولأبنائه السبق في مجالات العلوم والفنون. نشوف كده الثلاث أبيات مع بعض التنين. يا جنة تهتز بالأسرار بين شذا وطيب، وقصيدة الشرق المطهرة الطيوب، شدي الضياء من الظلام ونوري كل الدروب. يا جنة تهتز بالأسرار بين شذا وطيب، وقصيدة الشرق المطهرة الطيوب، شد الضياء من الظلام ونوري كل الدروب. نشوف كده معاني الثلاث أبيات مع بعض. قال لك يا جنة تهتز، وإحنا عارفين كلمة تهتز معناها تتحرك، المعنى تتحرك، ولكن ما المقصود بيها في ذلك النص؟ يا جنة تهتز أي تمتلئ. يبقى احنا كده عرفنا المقصود بتهتز في هذا البيت معناها تمتلئ. بين شذا، شذا معناها ايه؟ طيب. شذا طيب او رائحة، او رائحة عطرة، عطرة او جميلة او طيبة. ونفس النظام طيب برضو اي رائحة طيبة. وقصيدة الشرق المطهرة، معنى كلمة المطهرة النقية، معنى مطهرة لما نقية. نقول ان الشخص ده طاهر يبقى ايه؟ نقي. نقي. الطيوب، وما معنى الطيوب؟ الطيوب أي العطور ذات الرائحة الطيبة أو ذات الرائحة الجميلة. شدي، شدي أي اكذبي أو ادفعي، ادفعي أو اخرجي الضياء من الظلام. شدي ادفعي الضياء من الظلام ونوري كل الدروب، معنى كلمة الدروب الطرق. مفرد الدرب. يبقى احنا كده نقول كده المعاني مع بعض تاني. تهتز معناها تتحرك، والمراد في ذلك النص تمتلئ. بين شذا، شذا معناها رائحة طيبة عطرة، ونفس النظام طيب. وقصيدة الشرق، الشرق عكسها الغرب. المطهرة معناها النقية، النقية. الطيوب معناها العطر ذو الرائحة الطيبة. شدي معناها اخرجي او انشري او اكذبي. الدروب معناها الدروب الطرق. يبقى احنا كده عرفنا المعاني اللي هنقدر بيها ان احنا نشرح الثلاث ابيات مع بعض. شرح الابيات، البيت الرابع بيقول يا جنة تهتز بالاسرار بين شذا وطيب، يعني الشاعر ينادي على مصر ويصف مصر بانها جنة، بانها جنة، واحنا عارفين ان الجنة بتبقى مليئة بالخيرات، فنفس النظام مصر مليئة بالخيرات. فقال لها انت جنة عاملة اي ممتلئة بالخيرات ومظاهر الجمال، تنبعث منك الروائح الطيبة. يبقى عرفنا ان الشاعر بيصف مثله بانها جنة عامرة بالخيرات ومظاهر الجمال، كما انها تنبعث منها الروائح الطيبة. نشوف البيت الخامس، وقصيدة الشرق. هنا الشاعر ما بيناديش على مصر، قال لها وقصيدة الشرق، يعني الشاعر بيصف مصر بانها قصيدة. القصيدة معناها ايه؟ احنا اخدناها قبل كده. القصيدة هي عبارة عن مجموعة من الابيات الشعرية وليس شاعر واحد فقط. يبقى القصيدة عبارة عن مجموعة من الأبيات الشعرية. هنا أنت الشعر يصف مصر بأنها في البيت الخامس بأنها قصيدة، والقصيدة دي عبارة عن شعر، يبقى ذات معنى، ذات معنى جميل. وطالما شعر يبقى ناس بيستمع إليها، بيستمع إليه ويستمتعون بها، يبقى يستمع إليها ويستمتعون إيه بها. يبقى احنا كده عرفنا الشعر بيصف مصر بأنها قصيدة ذات معنى جميل يستمتع بها كل من يستمع إليها. نشوف البيت الأخير، شدي الضياء من الظلام ونوري كل الدروب، معنى البيت شرح البيت السادس ايه؟ انهضي يا مصر بدورك في الريادة والتنوير، وانشري العلم والضياء للناس. يبقى احنا كده عرفنا ان الشاعر هنا شدي، ده ايه ده؟ شدي ده فعل، فعل ايه؟ فعل امر. يبقى هنا بيطلب من ايه؟ من مصر، بيكلم مصر وبيطلب منها في طلب. هنا بيقول لها انهضي يا مصر، انهضي يا مصر بدورك في التنوير، يعني يطلب من مصر ان هي تقوم بالتنوير ونشر العلم والضياء للناس، ونشر العلم والضياء للناس. اشرح الابيات باسلوبك. البيت الرابع، يصف الشاعر مصر بانها جنه عامره بالخيرات ومظاهر الجمال، كما انها تنبعث منها الروائح الطيبه العطره، وانها قصيده ذات معنى جميل يستمتع بها كل من يستمع اليها. ويطلب الشاعر من مصر، كما يدعو الشاعر مصر ايه؟ ان تقوم وتنهض بدورها في الريادة والتنوير، وان تنشر العلم والضياء بين جميع الناس. نأكد كده على الشرح مع بعض. انت
يا مس أجمل أغنية تغنت بها الدنيا وتناقلتها الشعوب، أنت يا مس كعبة تقصدها الشعوب طلبا للحرية، فقد ارتفع صوت انتصاراتك، أنت الأمة التي تنجب الأبطال في الشدائد والحروب ولأبنائه السبق في مجالات العلوم والفنون. كما أنه يوصف مصر بأنها جنة عامرة بالخيرات ومظاهر الجمال، كما أنها تنبعث منها الروائح الطيبة، كما أنه يقول أنها قصيدة ذات معنى جميل يستمتع بها كل من يستمع إليها، كما أنه يدعوها إلى أن تقوم بدورها في الريادة والتنوير وأن تنشر العلم والضياء للناس. نشوف هنا مع بعض الكلمة والمعنى. أنشودة معناها الشعر المغنى والمراد أغنية، هتاف صوت عالي، كعبة كعبة هو البيت الحرام والمراد مقصد، شذا شذا رائحة جميلة وطيبة، الضياء النور. نعيد مع بعض الكلمة والمعنى تاني. يبقى أنشودة هي الشعر المغنى والمراد أغنية، هتاف أي صوت عالي، كعبة البيت الحرام والمراد مقصد، شذا رائحة جميلة وطيبة، الضياء النور. نشوف كده مع بعض الكلمة والمضاد، وزي ما عرفنا المضاد يعني الكلمة والعكس، الدنيا عكسها الآخرة، الأحرار عكسها العبيد، الحروب السلام، الشرق الغرب. نعيد مع بعض الكلمة والمضاد. الدنيا معناها الآخرة، الأحرار العبيد، الحروب السلام، الشرق الغرب. الكلمة والمضاد، نعيد كده مع بعض، الدنيا الآخرة، الأحرار عكسها العبيد، الحروب مضادها السلام، الشرق عكسها الغرب. الكلمة والجمع، الدنيا جمعها الدنا، أغنية أغنيات، كعبة كعبات، أمهات، قصيدة قصائد. نعيد مع بعض الكلمة والجمع، الدنيا الدنا، أغنية أغنيات، كعبة كعبات، أمهات، قصيدة قصائد. نشوف أهم مواطن جمال هذا النص. مواطن الجمال زي ما احنا عرفنا النص بيبقى فيه مواطن جمال. مواطن الجمال زي ايه؟ زي التشبيه، زي التضاد، زي الترادف، زي التعبير الجميل، زي التعبير، زي التشبيه، زي التضاد. هنا بيقول لك يا مصر، يا مصر دي اولها ايه؟ حرف نداء. نداء، يبقى دي اسلوب نداء. زي ما احنا اخدنا الاساليب، في اسلوب نداء، اسلوب نهي، اسلوب نفي، اسلوب تعجب، يبقى يا مصر يبقى اسلوب نداء. يبقى احنا كده عرفنا يا مصر اسلوب نداء، وطالما بينادي على مصر يبقى اسلوب النداء ليه غرض، اسلوب نداء غرضه التعظيم. يبقى يا مصر ايه تاني؟ اسلوب نداء غرضه التعظيم. تاني حاجة مع بعض، يا أنشودة نفس النظام، هنا نقدر نقول عليها أسلوب نداء أيضا غرضه التعظيم أو تعبير جميل، أو إيه؟ تعبير جميل. صور مصر بالأنشودة، أي صور مصر بالأغنية. نعيد كده مع بعض ونشوف يا أنشودة فيها إيه كمان؟ فيها تعبير جميل يصور مصر بالأنشودة والأغنية، أو نقدر نقول أسلوب نداء غرضه التعظيم. يا كعبة الأحرار نفس النظام، ونقول أسلوب نداء غرضه التعظيم أو تعبير جميل يصور مصر بالكعبة. يبقى احنا كده عرفنا يا كعبة الأحرار فيها تعبير جميل يصور مصر بالكعبة والمقصد الذي يقصدها جميع الشعوب طلبا للحرية، أو أسلوب نداء غرضه التعظيم. يا أم الأبطال تعبير جميل يصور مصر بالأمة التي تنجب الأبطال. يبقى احنا كده عرفنا ان هنا الشعر بيصف مصر بكذا حاجة. هنا الشعر وصف مصر في البيت الاول بانه انشودة، وصف في احيان وصف بانها كعبة، وصف في احيان ام للأبطال بانها ام وصف بانها قصيدة. يبقى مرة انشودة، مرة كعبة، مرة ام، مرة قصيدة. هنا بيقول لك يا أم الأبطال، يبقى صورنا مصر بأن لها الأم التي تنجب الأبطال في الشدائد وفي وقت الحروب وفي الفنون والعلوم. نشوف كده رقم 5، يا جنة. يا جنة تعبير جميل يصور مصر بالجنة، أو أسلوب نداء غرضه التعظيم. يبقى كده نعيد مواطن الجمال مع بعض، يا مصر أسلوب نداء غرضه التعظيم، يا أنشودة تعبير جميل يصور مصر بالأنشودة،
يا كعبة الأحرار، تعبير جميل يصور مصر بالكعبة. يا أم الأبطال، تعبير جميل يصور مصر بالأم التي تنجب الأبطال. يا جنة، تعبير جميل يصور مصر بالجنة. ننتقل إلى جزء المناقشة وأهم أسئلة الدرس. السؤال الأول، من قائل هذا النص؟ قائل هذا النص هو محمود حسن إسماعيل. بما صور شاعر مصر في البيتين الأول والثاني؟ صورها في البيت الأول بالأنشودة والأغنية التي تغنت بها الدنيا وتناقلتها الشعوب، وصورها في البيت الثاني بالكعبة التي تقصدها الشعوب طلبا للحرية. يبقى صور شاعر مصر في البيت الأول، صورها بأنشودة وأغنية تغنت بها الدنيا وتناقلتها الشعوب، وفي البيت الثاني بكعبة تقصدها الشعوب طلبا للحرية. نشوف السؤال الثالث، لماذا قرر الشاعر يا أم الأبطال؟ قرر الشاعر يا أم الأبطال لتأكيد أن مصر منبع البطولة ولأبنائها السبق في مجال العلوم والفنون والحروب. يبقى احنا كده عرفنا أن الشاعر قرر يا أم الأبطال في أبيات، في الأبيات، ليؤكد على أن مصر منبع البطولة، هي التي تخرج الأبطال، ولأبنائها السبق في العلوم والفنون والحروب زي ما احنا عرفنا. نشوف كده السؤال الرابع مع بعض، بما شبه الشعر مصر في البيت الخامس؟ شبه الشعر مصر في البيت الخامس بأنها قصيدة جميلة يستمتع بها من يستمع إليها. يبقى شبهها بإيه؟ شبهها بقصيدة جميلة يستمتع بها كل من يستمع إليها. ماذا طلب الشاعر من مصر في البيت الأخير؟ طلب الشاعر من مصر في البيت الأخير أن تنهض بدورها في الريادة والتنوير ونشر العلم للناس جميعا. يبقى احنا كده عرفنا ان الشاعر شبه مصر في البيت الخامس بأنها قصيدة يستمتع بها من يستمع إليها. عرفنا ان الشاعر طلب من مصر في البيت الأخير أن تنهض بدورها في التنوير وأن تنشر العلم والضياء بين الناس جميعا. جميعا. وفي برضو جنسيات تانية، جنسيات طبعا مختلفة. ننتقل الى سؤال المتفوقين، والسؤال ده اللي احنا هنقدر ان احنا نتشجع كده ان شاء الله ونقدر نجاوبه مع بعض ونشوف. سؤال المتفوقين، ماذا تفعل اذا تعرضت مصر للاخطار؟